أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. فاجأ سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح جراء حريق نشب في مستشفى لعلاج كورونا. سقط العشرات ما بين قتيل وجريح جراء حريق نشب في مستشفى لعلاج كورونا. وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 33 بحروق وحالة اختناق مساء السبت جراء حريق نشب في مستشفى لعلاج كورونا بالعاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر في الدفاع المدني العراقي. وذكر مصدر وهو ضابط برتبة ملازم للأناضول إن حريق نشب في مستشفى ابن الخطيب المخصص للمرضى كورونا بمنطقة جسر ديالي ببغداد. نفس المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام أن الحريق تسبب بمصرع 9 أشخاص وإصابة 33 بحروق وحالة اختناق، مبينا أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من المرضى. وأشار إلى أن الفرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق وتجري الآن عملية إخلاء المكان من الجثث والمرضى والمصابين.